وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا في استديو مركز الأخبار الأستاذة نورة عيسى مبارك، القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية في هيئة تنظيم سوق العمل. مرحبا بك أستاذة نورة معنا في نشرة الثالثة. وبداية، كما نعلم بأن مملكة البحرين تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كيف تنظرون إلى مكانة المملكة في هذا المجال؟ بداية أحب أشكركم على الاستضافة وعلى اهتمامكم بهذا الموضوع. طبعا كما تعلمون جريمة الاتجار بالأشخاص هي جريمة معقدة ومتشعبة، لا تحد حدود جغرافية معينة ولا تقتصر على بيئة محددة. طبعا هذا يرفع من مستوى التحديات التي يجب العمل عليها للتصدي لهذه الجريمة ومواجهتها. وتشارك البحرين العالم في تعميم جهود مكافحة هذه الجريمة والتصدي لها باعتبارها من الجرائم التي تمس الأمن والاستقرار. طبعا هذا تنفيذا لرؤى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. طبعا هذا الأمر مكننا وجود العمل المؤسسي المنظم بين الجهات الحكومية وجهود مملكة البحرين اللي قدمت صورة مشرفة لأخلاقيات وثقافة المنطقة المستندة إلى إرث ديني وثقافي في احترام الجميع. طبعا هذه كلها مكننا من الاحتفاظ بتصنيف مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مكافحة الاتجار بالأشخاص. نعم أستاذة نورة، ما هي أبرز المشروعات التي يمكن أن تقدمها البحرين كنماذج دولية؟ طبعا لكل دولة لها خصوصية معينة بحكم الطبيعة الجغرافية والثقافية وغيرها. ولكن هناك العديد من المشتركات التي يمكن البناء عليها، ولذلك عملت الهيئة على عدد من المشروعات ذات الأهمية الخاصة في مكافحة هذه الجريمة. لو بذكر لكم على سبيل المثال إنشاء المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات، والذي يعتبر أول بيت خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو يقدم قاعدة من المدربين المعتمدين في هذا المجال. وأيضا المشروع المهم الآخر هو آلية الإحالة الوطني، والتي ونظام الإحالة الوطني، والذي يعتبر أهم وأول آلية على مستوى العالم في رصد ومتابعة حالات الاتجار بالأشخاص. وأيضا من أهم المشاريع التي عملت عليها الهيئة هو مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، وهو المركز الذي يعنى بتقديم خدمات الحماية والدعم للعمالة، سواء كانت خدمات وقاية، خدمات إرشادية، وأيضا خدمات قانونية. نعم أستاذة نورة، بما أن للبحرين مكانة في هذا المجال و باع طويل إن استطعنا القول، ما هي أو هل هناك دول أو جهات إقليمية نستطيع القول بأنها استفادت من هذه التجربة، تجربة مملكة البحرين؟ طبعا تجربة مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تعتبر تجربة رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، ومثال يحتذى به كممارسة فضلة أشادت بها الأمم المتحدة من خلال منظماتها الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتحرص البحرين على تسخير خبراتها وتقديم خلاصة تجربتها إلى الدول الراغبة بالاستفادة من هذه التجربة. طبعا المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات حاليا يقدم مجموعة من خدمات التدريب لتأهيل المدربين في هذا المجال. نعم الأستاذة نورة عيسى مبارك، القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية في هيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.